بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة طالبات الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله درس جديد من دروس مادة الفلسفة، ودرسنا بعنوان مهارات التفكير العلمي. قبل ما نبدأ الدرس يا أولاد، عاوزين نراجع على الدرس اللي فات، وهو كان بعنوان خصائص التفكير العلمي. عرفنا ان التفكير العلمي له 7 خصائص. اول حاجة قلنا هادف او مقصود، تاني حاجة قلنا بيتميز بالحرية والعمومية والموضوعية، يبقى الحرية، رقم 3 العمومية، رقم 4 الموضوعية، رقم 5 انه كمي، رقم 6 بيتميز بالاستمرارية، رقم 7 بيتميز بانه اجرائي. دي 7 حاجات بيتميز بيهم او خصائص التفكير العلمي. درسنا النهاردة بعنوان مهارات التفكير العلمي. يعني ايه مهارات التفكير العلمي؟ يعني التفكير العلمي بيحتاج ايه، او رجل العلم بيكتسب ايه علشان يقدر يفكر تفكير علمي صحيح. اول حاجة اولاد، من مهارات التفكير العلمي مهارة الملاحظة والتجريب. يعني ايه الملاحظة والتجريب؟ اولا تعريف الملاحظة. الملاحظة تعني الانتباه المنظم المقصود للظواهر والاحداث والقضايا لاكتشاف، لاكتشاف ايه؟ لاكتشاف الاسباب والقوانين. يبقى الملاحظة هي عملية انتباه منظم مقصود للظواهر او الاحداث او القضايا لاكتشاف اسباب الظاهرة وقوانين الظاهرة. طب ايه هو التجريب؟ التجريب هو ملاحظة مضبوطة تتحكم فيها جوانب الظاهرة موضوع الدراسة. يعني التجريب والملاحظة دول اول مهارة من مهارات التفكير العلمي، والتجريب عملية انتباه منظم مقصود، الملاحظة عملية انتباه منظم مقصود، اما التجريب فهو الملاحظة المضبوطة التي تتحكم فيها جوانب الظاهرة. تعالوا كده نجيب مثال. عندما نضع كوب زجاج فوق شمعة مشتعلة، نلاحظ ايه؟ نلاحظ انطفاء الشمعة. طب ايه اللي بنستنتجه؟ ان الاكسجين ضروري للاشتعال. ما احنا لما طفينا، لما منعنا الاكسجين عن الشمعة، الشمعة انطفأت، معنى كده ان الاكسجين مهم للاشتعال. المهارة الثانية من مهارات التفكير العلمي هي مهارة التصنيف. يعني ايه تصنيف؟ التصنيف هو وضع البيانات او المعلومات في مجموعات بناء على الخصائص المشتركة بينها. نصنف البيانات او المعلومات دي، بنجمعها في مجموعات بناء على ايه المشترك بينها. زي لما نضع قاعدة بيانات لاختيار الثانوية العامة، يتم تصنيف الطلاب لأدب وعلم، وتصنيف العلم لعلم علوم وعلم رياضة. معنى كده ان احنا عملنا نوع من انواع التصنيف. يعني المهارة الثانية من مهارات التفكير العلمي. المهارة الثالثة وهي مهارة القياس. يعني ايه مهارة القياس؟ مهارة القياس، القياس هو استعانة العالم بايه يا اولاد؟ بالادوات واجهزة بتساعده في عملية التجريب وتفسير الظاهرة. مثال استخدام الطبيب للترمومتر لقياس درجة حرارة المريض، طبعا ده بيساعده في تشخيص المرض. يبقى معنى جدا ان القياس بيحتاج ادوات واجهزة. القياس عاوز ايه؟ ادوات واجهزة بتساعد في عملية التجريب لتشخيص الظاهرة. مثال استخدام الطبيب للترمومتر. طيب المهارة الرابعة مهارة تحديد المتغيرات وضبطها. يعني ايه تحديد المتغيرات وضبطها؟ تتمثل في المتغير المستقبل المستقل. في عندنا نوع من انواع المتغيرات اسمه المتغير المستقل والمتغير التابع والمتغير الدخيل. يعني ايه المتغير المستقل؟ بقول المتغير المستقل هو معرفة درجة تأثيره. تعالوا كده نطبق بمثال. لما يكون عندنا مريض، المريض بيتم تشخيص مرضه وبياخد دواء. المتغير المستقل هو الدواء. طيب ايه هو المتغير التابع؟ المتغير التابع هو معرفة درجة تأثره بالمتغير المستقل اللي هو المرض. المرض هيتأثر ازاي بالدواء؟ يبقى عندنا المتغير المستقل هو الدواء، المتغير التابع هو المرض. طيب المتغير الدخيل؟ المتغير الدخيل ده يمكن ان يؤثر في حدوث الظاهرة، متغير موجود اصلا، مثلا زي ضغط الدم. ضغط الدم هيأثر في المرض، هيأثر في درجة تأثير الدواء، هيأثر في ايه؟ يبقى عندنا متغير مستقل هو الدواء، متغير تابع هو المرض، متغير دخيل زي ضغط الدم لدى المريض، او حتى عاداته الغذائية، او حتى حساسيته للدواء. كل دي عبارة عن متغيرات دخيلة. يبقى عندنا هو تحديد المتغيرات وضبطها. المتغيرات 3 انواع: متغير مستقل، متغير تابع، متغير دخيل. تعالوا كده ناخد مثال نطبقه على الموضوع ده. بيقول لي لمعرفة أثر الضوضاء على التحصيل الدراسي نجد أن، هنشوف أثر الضوضاء على التحصيل الدراسي عند الطلاب. أولا إيه هو المتغير المستقل؟ اللي هو الضوضاء.
طب ايه هو المتغير التابع؟ التحصيل الدراسي. ايه هو بقى المتغير الدخيل؟ ممكن يكون درجة ارتفاع درجة حرارة، ممكن يكون انقطاع الكهرباء. معنى كده ان احنا هنقسم المتغيرات الى متغير مستقل وهو الضوضاء، متغير تابع وهو التحصيل الدراسي، متغير دخيل وهو ارتفاع الحرارة او انقطاع الكهرباء او غير ذلك من المتغيرات. المهارة الخامسة من مهارات التفكير العلمي، وهي مهارة تفسير البيانات. مهارة تفسير البيانات، يعني تفسير البيانات بتتمثل في تصنيف البيانات والنتائج التي تم التوصل إليها ووضعها في مجموعات. وضعها فين؟ في مجموعات وجداول. ليه؟ للتحقق من الفروض التي وضعها العالم. العالم لما بيجي يفسر ظاهرة بيحط فروض لهذه الظاهرة. هل الفروض دي صحيحة؟ هل الفروض دي نتحقق ازاي من صدقها؟ بنعمل لها عملية تفسير. التفسير ان احنا هنحط النتائج والبيانات اللي العالم وصل لها هنحطها في مجموعات وجداول للتحقق من مدى صدقها. تعالوا نجيب مثال. بيقول لي بيكون عندما فسر ظاهرة الحرارة وضع ثلاثة قوائم. أول حاجة الحضور، يعني الحرارة بتظهر في الأجسام الحية. رقم 2 الغياب، قال إن الحرارة تغيب عن الأجسام الميتة. رقم 3 التفاوت، قال لي بتزيد درجة الحرارة عند الإنسان ليلا وتقل نهار، تزيد نهارا وتقل ليلا. فعمل نوع من أنواع تفسير لهذه البيانات. توصل لإيه من خلال التفسير؟ أنه كلما وجدت الحركة وجدت الحرارة، كلما وجدت الحركة وجدت الحرارة. يبقى هو حط المثال وهو تفسير ظاهرة الحرارة، حط لها لو صنف الحضور بتاعها، قال إن هي بتحضر في الأجسام الميتة، الغياب بتغيب تحضر في أجسام الحية، الغياب بتغيب عن الأجسام الميتة، التفاوت بتزيد عند الإنسان نهارا وتقل ليلا. وبالتالي قدر إن هو يفسر ويوصل أنه كلما وجدت الحركة وجدت الحرارة، يعني الحركة بتزيد حرارة الجسم. خلي بالكم ان احنا لما تيجي لنا اسئله بنربط بين حاجه معينه او بيبقى عندنا مفتاح معين في السؤال هو اللي بيقدر يوصلنا يا اولاد للاختيار الصح. طيب تعالوا كده نشوف. بيقول لي عند دراسه اثر البطاله على انتشار الجريمه تكون البطاله هي المتغير ايه؟ فكروا فيها كده، الناس تفكر فيها. لما يدرس اثر البطاله على انتشار الجريمه بتكون البطاله هي المتغير ايه؟ تنفع تكون متغير دخيل ولا مستقل ولا تابع؟ ياريت تفكروا فيها. طيب تعالوا كده نشوف مجموعة من التدريبات تحاول بس توصل لنا ازاي الاسئلة بتيجي على الموضوع ده. بيقول يستخدم العلماء نظام ريختر الرقمي لمعرفة قدر الزلزال. يشير ذلك لإحدى مهارات التفكير العلمي، وهي هو استخدم آلة، استخدم حاجة، معنى ان هو استخدم حاجة يعني هو ده نوع من انواع الايه. لما قلنا الطبيب يستخدم الترمومتر لقياس درجة الحرارة يبقى ده نوع من انواع القياس. بالظبط كده، يبقى ده نوع من انواع الايه؟ القياس. السؤال الثاني بيقول لي قام العلماء بتقسيم الموارد البيئيه الى موارد متجدده وموارد غير متجدده. يشير ذلك لاحدى مهارات التفكير العلمي، وهي هم قسموا الموارد الى متجدد وغير متجدد. يعني عمل تصنيف ولا ما عملش تصنيف؟ يبقى هو هنا عمل نوع من انواع التصنيف. يبقى ده ولا ملاحظه وتجريب ولا تحديد متغيرات ولا قياس، هو ده نوع من انواع الايه؟ التصنيف. بعد كده سؤال بيقول لي إحدى مهارات التفكير العلمي أن يقوم الباحث بوضع البيانات في مجموعات تبعا للصفات المشتركة بينها لدراستها. هو بيحط البيانات بتاعته في مجموعات تبعا لإيه؟ تبعا للصفات المشتركة بينها. يبقى ده من نوع من أنواع الإيه؟ التصنيف. دلل بمثال وضع البيانات أو معلومات في مجموعات بناء على خصائص مشتركة، ده تعريف التصنيف. ده اللي بمثال من عندك، هنقول عند وضع قاعدة بيانات لاختيار الثانوية العامة يتم تصنيف الطلاب لأدب وعلم. هات أي مثال من عندك، أي مثال تقدر أن أنت تربطه بنفس المهارة دي تقدر أن أنت تحط مثال من عندك. بعد كده الاستعانة بالأجهزة في تشخيص الظاهرة، إحدى مهارات التفكير العلمي، احنا لسه قايلين أن هو القياس. يبقى معنى كده القياس هو استعانة العالم بأدوات وأجهزة معينة تساعده في عملية التجريب. ليه؟ لتشخيص الظاهرة. مثال استخدام الطبيب مثلا للترمومتر، تعالوا ده مثال اهو. يبقى دلل بمثال من عندك، هات أي مثال يقدر ينطبق على هذه المهارة. احنا بنقول استخدام الطبيب للترمومتر، استخدام العلماء لمقياس ريختر لقياس الزلازل، كل دي حاجات تنفع ان هي تبقى مثال على القياس. طيب ده كان موضوعنا النهارده، ودي كانت مهارات التفكير العلمي. نراجعهم بسرعه. اول حاجه الملاحظه والتجريب، 2 التصنيف، 3 القياس، 4 تحديد المتغيرات وضبطها، 5 تفسير البيانات.
طيب يا ريت تكونوا فهمتوا، وإن شاء الله تكونوا فهمتوا. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.